الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد طه الأمين، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى قال في القرآن الكريم عن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال سبحانه وتعالى: إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إني عبد الله وخاتم النبيين، وإن آدم لمنجدل في طينته، وسأخبركم عن ذلك دعوة أبي إبراهيم، وبشارة عيسى بي، ورؤيا أمي التي رأت. رواه أحمد. إخوة الإيمان، في ذكرى مولد النبي الهادي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يطيب الحديث عنه، ونتنسم في ذكرى مولده المبارك عبيرا فواحا وأعطارا وأزهارا مسكية زكية عنبرية.